بس بقى عياط فلقتينا طول الطريق جاتك البلا في شكلي. اهدى يا توح على البيت، اهدى يا أمورة، أجيب لك أكل أو حاجة حلوة؟ انصر دينك يا فتحي، بس هتعمل إيه بيها بقى؟ نقتلها. أكيد الراجل مش عامل ده كله عشان نقتلها بمخك. عبير، مستني منها إيه يعني؟ هتلاعب رضوان إزاي دلوقتي يا توح؟ هجيبه وهقول له هديك البيت، ومع أول حاجة هتحصل منك في اللي قابض تمن قتلها حتى لو كلنا أموات، وهعمل كده فعلا. وهو هيوافق وهيسكت؟ هيوافق. هيوافق. رقم واحد أول ما يلاقي البت في حضنه هيخاف عليها وهينقح عليه عرق الحنية. رقم اتنين التهديد بتاعنا هيخليه يفكر ألف مرة قبل ما يعمل أي حاجة. هيجيب البت ويحطها قصاد عينيه ويسأل نفسه، يا ترى هسيبها لمين؟ يا ترى هيقتلوها ولا لا؟ ويرجع يقول لنفسه يعملوها، ما هم عملوها قبل كده. المهم دلوقتي يا فدوى، انا عايز البت دي تختفي لحد ما اظبط الكلام في راسي واشوف انا هعمل ايه. بس بقى